السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الجلسة الثانية من يوم الثلاثاء الموافق 16 من ديسمبر 2008 بفقرة الإمام محمد عبده حول هذا المؤتمر الدولي عن الإمام بن عرب ومصر منطقة الشرقية والوسطى تحت رعاية دار الكتب والوثائق القومية وجامعة الأزهر والسفارة الإسلامية في القاهرة. معنا أربعة من العلماء يتكلمون ونقارن ذلك ما أمكن أن يوجد قديمة
تمثيلة لأرشد أخرى مدرستي، وكذلك لكونك أدبية حديثة طبقا لأخر ما توصلت إليه الدراسات في علم الفيزياء وعلم. وسوف نجد أن رؤية شيخنا القادر العالم جمعت بين أصالة الرؤية القديمة والتي هي عبارة عن دراسة وصالة الأمراض السابقة، وبين مصداقية الرؤية الحديثة المدعومة بأدلة الرصدية. كذلك سوف نجد أن شيخنا القادر سبق الكثير من العلماء من خلال طروحات تبين صحتها ومنطقها في السنوات أو العقود النادرة فقط. وليس هذا وحسب، بل إن الدراسة المتمعنة بكلام ابن العربي يمكن أن ينتج عنها نظرية علمية متكاملة تستطيع حل الكثير من المعضلات والألغاز التي يتوقف عندها علماء الفيزياء والكون الآن، كظاهرة التواصل الآن بين المستجدات الأولية ومعضلات الحركة التي ابتدعها زيون منذ أكثر من 2000 عام ولم يكن حتى الآن. ففي البداية لابد من تقديم سرد تاريخي مختصر في الوقت، فسوف أحاول أن أذكر هذا السرد بسرعة الضوء. فأقول لقد عرفت أوروبا في القرن الرابع عشر علم الفلك عن طريق العلماء المسلمين الذين قاموا بكتابة العديد من الكتب وترجموا الكتب السابقة ونقلت هذه الكتب إلى أوروبا. ولكن الكنيسة الكاثوليكية التي قررت اعتبارها نموذج أرسطو الكتروني، وهو الذي يقول أن الأرض هي مركز العالم، قررت الكنيسة الكاثوليكية أن كل من يخالف ذلك يعتبر كافرا، وبذلك قرر العالم المنمي كوبرنيكوس الذي وُفي في عام 1544 قرر تأخير نشر الحاسب إلى سنة واحدة قبل وفاته فقط. وفي هذه الأبحاث يقول كوبرنيكوس أو يضع أسس النموذج الجديد، وهو يقول أن الشمس هي مركز العالم وأن الأرض وبقية الكواكب هي التي تدور حول الشمس، بعكس النظرية السابقة وهي نظرية أرسطو التي قرأها أرسطو والتي تقول أن الأرض هي مركز العالم. فهذه النظرية الجديدة وهي نظرية كوبرنيكوس أو النموذج الجديد بقيت لفترة قيد الأوراق إلى أن أتى جاليليو في عام 609 للميلاد، فاخترع التلسكوب واستطاع أن يصور حركات الكواكب بشكل أفضل، وبالتالي من دراسته ومشاهدته هذه الحركات أكد الرؤية الحديثة وهي رؤية كوبرنيكوس. ثم جاء من بعد ذلك بعض العلماء مثل كيبلر الذي قام في راعي تقديم بعض القوانين الرياضية التي تصف حركة الكواكب، وبعد ذلك جاء نيوتن في عام 1687، فوقع كل هذه الرؤية والنظريات السابقة والقوانين السابقة وضعها بشكل نظرية متكاملة وهي ما يعرف بنظرية الجاذبية. لقد كانت نظرية أو نموذج كوبرنيكوس ونظرية نيوتن كانت كافية وجيدة لوصف حركة الكواكب داخل المجموعة الشمسية، ولكنها فشلت تماماً في وراء ذلك، لأنها كانت تعتقد أن الشمس تعتقد أن النجوم التي هي وراء الكواكب تعتقد أنها ثابتة وغير متغيرة. إلى أن أتى في القرن اللاحق عالم آخر اسمه إدمون هاري في عام 1718، وقارن مواقع النجوم، وبمناسبة هذا عنوان كتاب العربي، قرن مواقع النجوم بما كانت عليه منذ التسجيلات النجمية منذ أكثر من 12 سنة، فوجد أن هناك اختلافا قديما. ثم جاء بعد ذلك علماء التقارير أثبتوا أن الشمس نفسها تتحرك في الفضاء، واستطاعوا أن يقيسوا ما يسمى الحركة الظاهرية للنجوم. ولكن نذكر أن رغم أن الاكتشافات تمت في القرن الثاني عشر إلا أنها لم تؤثر أو لم تظهر بشكل واضح على الساحة العلمية، حتى أن أينشتاين نفسه في عام 1905 عندما يعني تحدث عن النظرية النسبية الخاصة أولاً ثم بعد 10 سنوات للنظرية النسبية العامة، كان يعتقد جازماً أن النجوم لا يمكن أن تكون ذلك، ولذلك اضطر أن
إذا في تكريم السرد التاريخي فقط أقول عبارة بسيطة. بعد هذه الخطوات التي تمت في القرن الثاني عشر والقرن التاسع عشر كانت هناك تطورات أمنية كثيرة في مجال الإلكترونيات، وكما ترون كانت تطور التكنولوجيا في الدول والتصوير والأصوات إلى آخره. فكان العلماء لديهم صورة منفصلة عن العالم بفضل ما أكثره من مسامير الفضاء وتلسكوبات على الأرض. فالآن الصورة عن العالم أصبحت واضحة بشكل كبير، ولكن لا يمكن أن نقول أننا نحن على تقدير جيد، لأن مع هذه التطورات ظهرت مجالات جديدة، وبشكل عام فإن علمنا في العالم إلى معرفتنا بالعالم يزيد بشكل أكبر، فإن كان العالم يزيد بشكل أكبر من علمنا به. فإذا نحن قبل سريعة وأريد أن أنتقل مباشرة إلى مفهوم العربي في الكون النقاط الرئيسية التي يختلف بها وأحيانا يتفق بها مع أوسطن ويختلف بها مع أوسطن. ولكن في بداية هذه المقدمة حول مفهوم العربي للعالم أريد أن أقع أو أرجع على بعض النقاط حتى لمن يقرأ بالعربي، حتى لا يظن أن فكرة العربي كما تبدو أحيانا بظاهرها تبدو مرتبطة تماما بالهوية القديمة، لأنها كثيرا مما يسمي الأسنان السبع بأسنان الفرد التي فيها ومعنى الأفكار الأخرى، وقد يكون هناك خلاف في الحقيقة، هناك تشابه من جهة واختلاف من جهة كما سنرى بإذن الله. فأولا يجب أن نعرف أن العربي كثيرا ما لا يفصل بالاسم بين القمر والشمس والكواكب والنجوم، فهما كلها كواكب. وهذا طبعا في اللغه العربيه جدا، لان الكوكب هو مصدر الضوء، فكل جسم يميل في الفضاء اسمه كوكب. ولكن عندما ندرس تفاصيل كلام العربي نجد بشكل صريح انه يفرق طبعا بين القمر والشمس، ويقول ان الشمس هي مصدر الضوء، ان القمر مكان ينعكس عليه الضوء، وايضا يفرق بين الشمس والكواكب الاخرى التي تسير في مسارها، فيقول ان الكواكب السياره وهي الخمسة المعروفة هي تختلف نورها عن الشمس، في حين أن الشمس تصبح مضوء، فطبعا هذا الكلام لم يكن معروفا في المحفل البعيد. وأيضا يقول في ملاحظة أيضا مهمة، يقول أن النجوم هي مثل الشمس تصبح نورها وليس مثل الكواكب، وهذا أيضا كشف عميق الذي لم يرى في الفترة البعيدة. وفي ملاحظة أخرى ننتبه أن من العربي أحيانا وكثير من العربي العالم قد توصل أنه يعتبر أن الأرض هي مركز العالم، فنراها في مثلا الفصل أو الباب الواحد السفينة بلازما في الاتحاد الأمريكية يرسم بعض الدوائر، وفي بعض هذه الدوائر نجد أن الأرض هي بالأسفل. فطبعا هذا صحيح من وجهة نظر الإسلام الذي يجلس على الأرض، لأننا نرى أن كل شيء يدور حولنا، ولكن في التفاصيل يعلم بشكل واضح كما سنرى بشكل مفصل ان الشمس في الحقيقه هي في قلب السماوات وليس الارض. وبالتالي ان العرب هو حقيقه الذي ابتدع او الذي كان يقول بمركزيه الشمس قبل تطبيق ثلاثه مئة عام. ايضا ملاحظه اخرى حول الهنود، نعم عن الهنود ومنازل القمر الثمانيه أحيانا بعض الناس يكتبون أشكال معينة ويسمونها الجلي أو يسمونها السناك في آخره، فيقول العربي بشكل صريح أن هذه الأشكال هي أشكال مرئية فقط مستوية الرؤية في مستوى الرؤية، وإنما هي في الحقيقة ليس لها علاقة فعلية كما نعرف الآن. هذا بشكل مؤكد، لأن التصوير الدقيق الآن لهذه النجوم يذكر أنها متوزعة بالفراغ وليست كما نراها في مسلم واحد. فيقول العربي أن هذه النجوم أنه لا فرق بين النجوم التي هي ملازم أو بروج، وبين النجوم التي ليست فيها ملازم أو بروج، وإنما وجودها في مستوى واحد هو الذي يجمعها بشكل مجموعة. وملاحظة أخيرة يجب أن ننتبه أن قراءة العربي القصد فيما يخص رؤيته عن العالم، يجب أن ننتبه أن العربي لا يفرق كثيرا بين الجانب الروحي أو
عليها ان تدعونها، اي ان تدعونها لغير عمل، لكن لها عمل. فالدخول ان هذا العمل هو الاسلام الكامل، فهذا امر مهيب. هذا لا يعمل ان العرب يعمل لكن كان هناك عمل نادي في الطب الاسلامي او العرب. فالان بعد هذه المقدمه السريعه ننتقل الى سوف اذكر بعض النقاط المهمه التي كان لابن عربي تعالى السبب في جبرها كما ذكرنا في اخبار النجوم وحركه الارض ايضا وتغيير الشمس. فبالنسبه للارض يقول ابن عربي الشيخ ان الارض تتحرك وانها تتحرك الى الوسط او الى المنبر. وسوف اقول بعض العبارات من كتاب الكحار المهديه كما يقول ابن عربي في المجلس الاول في الصفحه 123 يقول عن الارض: ولما خلق الله هذه الافلاك والسماوات واوحى في السماء امرها ورتب فيها ادوارها وشروجها وعمرها بملائكته وحركها تعالى فتحركت طائعه لله آتيه اليه طلبا من كماله العبوديه التي تليق بها، لانه تعالى دعاها ودعا الارض فقال لها وللارض يا طوعا او كرها لامر حد لهما. قال لا بين طائعين، وهنا الاستشهاد فيقول: فهما آتيتان أبدا في الأرض والسماء، فلا تزالان متحركتين، غير أن حركة الأرض خفية علينا، وحركتها حول الوسط لأنها كبر، كبر أي كرة. فإذا من الواضح أن العرب لا يمكن تماما حركة الأرض وأنها كروية وأنها تتحرك حول الوسط، وهذه معلومات تسمى لبعض العلماء الذين جاءوا بعده. وفي البحث كان هناك اسماء ومراجع كثيرة من التسوق. وايضا في المحادثة التي يكون في موضع اخر في الجزء الثاني من الصفحه 177 يقول وبشكل اوضح يقول: وانما الناس واكثر الخلق لا يشعرون بحركه العالم ولانه بكله متحرك، فيبقى الترتيب المشهور من الفعل والقرب على حاله، فلهذا الشهود يتخيلون سكون الارض حول المركز. اذا نحن لا نشعر بسكون الارض في حركه الارض لان الارض تتحرك كلها، لا يتحرك من دون نفسه. هذا كلام صحيح وواضح. اما بالنسبه الى الشمس فكما ذكرنا كوبرنيكوس الان هو الذي يثبت اليه القول بمركز الشمس. به من العربي قبل ان ناتي الى ثلاثه قرون قال الشيخ صغير قال بأن الشمس هي في قلب السماوات، ومثلا يقول عن سيدنا إدريس عليه السلام أنه قال الله تعالى عن قبر أنني ورفعناه مكانا عليا، فيقول ابن العربي إن هذا المكان عاليا وليس عاليا، بمعنى أن علوه علو مكان وليس علو مكان، فعلو مكان يعني أن المرتبة مرتبة الشمس، وطبعا يقول في موضع آخر يزكو على الشمس. نقول ان مرتبه الشمس هي في قلب السماوات رغم وجودها كانت اعلى منها في المكان، ولكنها في مكان هي اعلى. وطبعا ابن عربي كما قلت في التاريخ القديم يرتب السماوات بالترتيب المشهور، فيقول ان السماء الاولى هي سماء القمر، ثم نتبنى السماء الرابعه التي هي سماء الشمس الى اخر السماوات. فإذا هذا أيضا من النقاط المهمة التي يمكن أن نقول أن العرب سبق الكثير من العلماء في الدنيا، ولكن إذا أردنا أن نقول هذه التفاصيل ربما تكون معقدة قليلا. يمكن أن نذكر تفسير ابن العربي لظاهرة مهمة في علم الفلك وهي ما تسمى بالحركة الرجعية للكواكب. فنعلم منذ القديم لحظة ربما أن بعض الكواكب عندما تسير في السماء من الشرق إلى الغرب في بعض أوقات عدتها تعكس اتجاهها إلى الجهة الأخرى المادة المصدرة، ثم تعيد كحلها من جديد إلى الشرق، وهذا ما يسمى بالحركة الرجعية. أرسطو الذي ابتدع الانتقال بمركزية الأرض لم يستطع أن يفسر ذلك، فجاء بعده بحوالي 3 قرون تولون أو بطلوس الذي قال الذي فسر هذه الظاهرة بشكل رياضي سليم، ولكنه في الحقيقه مخالف للواقع واحتمال جائز، ولكنه لا يصح الواقع.
فلأنه استطاع تسكير ذلك بشكل مقنع دوليا ظل هناك عدة قرون أكثر من 13 قرنا بعد ذلك ظلوا معتقدين بأن الأرض هي مركز العالم. ثم عندما جاء كوبرنيكوس واتبع نموذج تأثير الشمس وكما قلنا جاء بعض جاليليو استطاع تسكير هذه المركبة بالخط أفتى العلماء أو كسر العلماء هذه المصطلحات التفسير صحيح وذلك في القرن السابع فنجد في محمد الأيام أن العربي يكسر هذه الظاهرة من تفسيره هو مثل ما قال المسلول أمامه ولكن الحقيقة النص الذي يقوله العربي أصل معقد وتوقيت ربما لا أستطيع أن أقوله كاملا ولكن باختصار يشرح أنه إذا كان عندنا اسم يتحرك على اسم آخر كان مثلا النملة تتحرك على الضوء فإذا كانت هذه النملة تصل لنهاية الأرض وسحبت الضوء لنهاية الشرق فإنها تتحرك لنهاية الأرض في نفس الوقت الذي تتحرك به إلى جانب الشرق فهناك حركتين حركة قصرية وحركة إيرادية فأحيانا تقل الحركة القصرية فتكون محصلة للغرب وأحيانا تقل الحركة القصرية تكون الحركة إلى الشرق وهو يمكن التفاصيل حول كوكب زحل وأن كوكب زحل له هذه المواد الحركة ويسير حركة الأوراق، فلما يريد التسجيل في هذا التقسيم في الأوراق. تنتقل الآن إلى نقطة أكثر أهمية وهي موضوع حركة النجوم. فكما قلنا حتى أينشتاين نفسه كما يقول عن ستيفن هوكينغ في كتاب قصة تاريخ الزمن، أينشتاين نفسه كان يعتقد لازما أن النجوم ثابتة. ويعتمد بعد في عام 1955 أن أكبر خطأ في حياته هو هذا الاعتقاد. فماذا يقول المعاصي عن هذا؟ يقول ولما خلق يقول المعاصي أن كل فلك يتحرك وكل فلك له يوم وهو الدورة. فيقول فنأخذ يوم كل كوكب بقدر خطأه من ذاك الأقصى وهو الأقصى الذي لا كوكب فيه. فأكبر وقطعا فيه فلك الكواكب أي النجوم تحرك الكواكب وتسكر النجوم فلك الكواكب الثالثة وإنما سمي الثالثة لأن الأعمار لا تدرك حركتها لقصر الأعمار لأن كل كوكب منها يدفع الدرجة الواحدة من الفلك الأقصى في 100 سنة إلى أن تنتهي إليها ونحن نعلم أن الفلك 360 درجة فإذا كان كل درجة 100 سنة فمجموع الفلك 36 سنة فحتى نستطيع أن نلاحظ هذه الحركة يجب أن يكون عمرنا أكثر من 1000 سنة نستطيع أن نلاحظ هذه الحركة فيقول إلى أن تنتهي إليها فمجتمع من السنين فهو يوم ذلك الفلك فيحسب 360 درجة كل درجة 100 سنة ثم يعقب فيقول وقد ذكر لنا في التاريخ المتقدم أن ذلك أحرام يوسف بنيت والنسك في الأسد وهو اليوم عندما يجب في العربي في الجبل بعد حساب ذلك تقرب من الممكن وقد قمت بهذه العمليه الاسرائيليه البسيطه فالفرق بين الاسد والجدي هو برجين وكل برج بما ان مدى 12 حاجه درجه كل برج هو 30 درجه ف30 درجه في كل درجه من السنه يعني 3000 سنه فطبعا قد يكون النصر في اول البرج وفي اخره فإذا يمكن أن يكون بين الوقت بلاد العرب ووقت العربي الذي يكون هذه الملاحظة ما بين برجين إلى 30 برج وبالتالي ما بين 6000 سنة وهو ما عرفنا قبل الأقمار. إذا كما نرى هناك الحقيقة في شباب الطبيعة على العربي وأختتم ب الله يبارك فيك.
وليست معارضة تنكير. وكانوا يقولون إنما فعلوا ذلك للتفرقة بينه وبين أبي بكر من العرب والأندلس، إلا أنه قد وجد بخطه خط محي الدين أنه أسمى نفسه محي الدين ابن العرب بهذه الألف واللام التعريفية. وأتذكر أن شيخنا عبد العزيز الماري المغربي القنطي ألف مؤلفا جمع فيه بعض ما أورده أستاذنا الدكتور محمد الآن من رؤية ابن العربي للقمر والشمس وكذا إلى آخره، متتبعة إياه من الفتوحات، وطبع كتاب تحت اسم دوران الأرض في طنجرة.